السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. نقول مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. الله يمسيك بالنور يا وتميم. يا مرحبا ومسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ونورت الدوحة. يا مرحبا بك. يا مرحبا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليلة، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. وفي أبرز مواضيع حلقة الليلة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مالطا. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يمنح السفير الفلبيني وسام الوجبة. انطلاق فعاليات ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة. هذه كانت مشاهدينا الكرام عناوين حلقتنا الليلة، والبداية عند الزميل خالد. نعم، شكرا لك يا عبد الرحمن. إذن أعزائي المشاهدين، في البداية، حيث عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وفخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري صباح اليوم. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والتعليم والثقافة والسياحة. هذا وبالإضافة أيضا إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة وجلسة المباحثات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. وحضر الجلسة من الجانب المالطي سعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والتوظيف، وسعادة الدكتور كليفتون غريما وزير التعليم والرياضة والشباب والبحث والابتكار. وقد أقام سمو الأمير المفدى بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس المالطي والوفد المرافق له. وكان رئيس جمهورية مالطا قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمي. هذا مشاهدينا الكرام، وقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد آلان آل تيمبابيان سفير جمهورية الفلبين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير السفير الفلبيني وسام الوجبة تقديرا لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والفلبين، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التطور والنماء. من جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد. نعم عبد الرحمن، إذن مشاهدينا الأعزاء، انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة وسط حضور كوكبة من صناع السياسات في مجال الإعاقة بالمنطقة العربية. افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسط حضور نخبة من صناع السياسات في مجال الإعاقة بالمنطقة العربية. بذلت على مدار أعوام مضت جهود عربية مضنية ومقدرة في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتنا، لكن الشواهد الملموسة التي يستند له تشخيصنا في دولة قطر تدفعنا إلى الاعتقاد جازمين بأن هذه الجهود ظلت دون مستوى التوقعات في الإطار العربي لسبب رئيسي يتجسد في افتقاد سياسات وبرامج دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في المحيط العربي
إلى تصنيف مواكب للإعاقة نستطيع من خلاله ضمان الشمولية وأن لا يترك أحد خلف الركب، وأن تكون مجتمعاتنا مؤهلة لتحمل مسؤولية الدمج والتفاعل والاحتواء. فإن تمكننا من التغلب على التحديات التقليدية في التصنيف الذي يؤخرنا كمجموعة عربية، وهذا بتوفيق الله وثقتنا بقدراتكم وإخلاصكم، فإننا سنكون في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم الذي يسجل هذه السابقة في ملف عالمي آخذ بالأهمية، ونكمل المشوار العربي لريادة الجهود العالمية في هذا الصدد. توجه بالشكر إلى معالي الأخت مريم على جهودها وحرصها على تنظيم الورشة بهذا المستوى الرفيع، وانطلاقا من أهمية موضوعها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الموضوع الذي نوليه اهتماما كبيرا في إطار المجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي، ليس فقط كونه خارج المنطقة العربية بالتصنيف هو الأول على المستوى العالم، بل لما سوف يشكله هذا التصنيف من فارق على واقع الأرض للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة 2030. على مدار يومين يتناول الخبراء المشاركون علاقة الربط بين درجة الإعاقة ومدى الاحتياج إلى المساعدة والدعم لتحقيق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يسعون لوضع تصورات للخدمات والبرامج التي تحقق الغاية المطلوبة بعد عمليات التصنيف. فكرة أساساً أن يكون هناك تصنيف موحد في الدول العربية يطبق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كان في أي دولة من الدول العربية، ونخرج بمخرج ليس فقط لتصنيف الإعاقة ولكن تصنيف كيفية إدراج الخدمات بطريقة صحيحة حتى تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة أنهم فعلا يكونون أشخاص فاعلين في الدولة. وتختتم الورشة بجلسة اختتام الأعمال التي ستطرح توصيات وخطة للمضي قدما مع منهج موحد لتصنيف الإعاقة وتقييمها وتسليم الشهادات للوفود المشاركة، وتسلم شهادة دورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع معهد الدوحة للدراسات. وفي سياق متصل مع تقرير فعاليات ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، ننتقل مشاهدينا الكرام إلى استاد البيت، حيث يتواجد الزميل جاسر الحبابي نديب قناة الريان الفضائية لتغطية زيارة الوفود العربية إلى استاد البيت للإطلاع على استعدادات مونديال قطر فيفا 2022 والتقنيات التي ستوظف خلال البطولة العالمية للتسهيل على ذوي الإعاقة. جاسر الله يمسيك بالخير، ويا ريت تطلعنا على ما لديك من تفاصيل حول زيارة هذه الوفود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستوديو أخوي خالد وأخوي عبد الرحمن. طبعا متواجدين اليوم في استاد البيت، الملعب الذي ستنطلق منه بطولة كأس العالم قطر 2022، واليوم طبعا نجتمع في حدث مميز، وهذا الحدث الاستثنائي نشهد فيه زيارة وفود الدول العربية الشقيقة المشاركة في ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، والتي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، طبعا وبحضور من سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وطبعا هنالك فعاليات رياضية تقام في هذا الاستاد، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع أخوي أمير الملة المدير التنفيذي للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله أخوي أمير. الله يحييك، احنا سعداء جدا أن نكون متواجدين في على هامش الورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة. كما تعلمون أن قضية التصنيف قضية مهمة لممارسة رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال الإعاقة البصرية لهم 3 تصنيفات B1 B2 B3، الشلل الدماغي لهم أيضا 5 تصنيفات، الإعاقات الحركية كلهم لهم تصنيفات. اليوم احنا مشاركتنا تكون كرة الهدف، كرة السلة، لعبة البوتشة، ونأمل ان احنا ان شاء الله ان نوفق في الترويج الرياضة ذوي احتياجات الخاصة، وهذه بادرة طيبة من وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية، ونشكر سعادة الوزيرة على اهتمامها بقضية ذوي الإعاقة، وأيضا
لا يفوتني ان احنا في دوله قطر ولله الحمد كان هناك اهتمام كبير بقضيه ذوي الاعاقه وبالاخص في مشاركتهم في كجماهير في بطوله العالم كاس العالم ان شاء الله المقام في ديسمبر 2022. على هذا الموضوع على موضوع كاس العالم طبعا حدثنا عن توظيف قطر للتقنيات المساعده لذوي الاحتياجات الخاصه المتواجده في بطوله كاس العالم. طبعا بطبيعة الحال كانت هناك أكثر من اجتماع مع لجنة الإرث والمشاريع بخصوص تسهيل دخول ذوي الإعاقة للملاعب من وإلى وإيجاد ممرات آمنة وأيضا إيجاد مقاعد مناسبة لهم، مش بس اهتموا في قضية الإعاقة الحركية أيضا بجميع الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية منهم التوحد، هناك عمل كبير جاري العمل به من خلال لجنة الإرث والمشاريع، وهناك لجنة مصقرة من أبنائنا من ذوي الإعاقة هم أعضاء في هذه اللجنة. إيه نعم، ومنهم أخونا طالب عفيفة متواجد اليوم معانا، فهناك تسهيلات كثيرة لذوي الإعاقة وإن شاء الله بتكون مفاجأة والكل بيشوفها في بطولة العالم. ولله الحمد يعني دولة قطر إن شاء الله تنظيمها لهذه البطولة بيكون تنظيم مميز وهذا احنا معتدنا عليه في كل البطولات السابقة. طبعا للتركيز على أخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة أكيد يدل على اهتمام دولة قطر وتركيزها على أصغر الأمور في هذه أو أهم الأمور في هذه البطولة، وطبعا تشمل جميع الجهات وجميع الترتيبات، ولكن بالنسبة لك التقنيات هذه هل هي على مستوى عالي يرضي الجميع إن شاء الله؟ أنا أتمنى أن يرضي الجميع، بس قبل ما أتكلم عن التقنيات هذه أحب أني أنوع على موضوع مهم. دولة قطر يعني لما تشتغل في قضية الإعاقة ما تشتغل من وحي الخيال، لا، هناك قوانين، هناك الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة اللي وقعناها في 2007 وكانت المقرر في ذيك الوقت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، وأيضا القانون رقم 2 لسنة 2004. هذه القوانين كلها احنا نمشي عليها ومن خلالها نحاول ان نسهل كل امور ذوي الإعاقة. على سبيل المثال يعني حتى قضية الإقامة هناك الأمور واضحة بالنسبة لذوي الإعاقة من الجماهير كيف تكون إقامتهم، أيضا المواصلات موفرة، أيضا شاشات العرض هي فيها تقنية لإيصال المعلومة لذوي الإعاقة إن كان إعاقة بصرية أو إعاقة سمعية. فبالعكس الجماعة في لجنة المشاريع والإرث خذوا على عاتقهم كل هذه أدق التفاصيل ولله الحمد. طبعا نقدر نقول أن هذه التسهيلات أو هذه المساعدات تشمل جميع أنواع الإعاقة مثل ما ذكرت طبعا الشاشات المواصلات الأمور هذه، طبعا إحنا نعرف أن أنواع الإعاقة تختلف، فهل راح يكون في تنوع من المساعدات اللي راح نشوفها؟ أكون أمين معاك يعني ما أبي أقول لك نسبة 90%، أقول لك يعني بنسبة يعني كبيرة جدا الأمور راح تكون سهلة لذوي الإعاقة ولأول مرة، لأن على فكرة اللجنة المصقرة اللي اشتغلت مع لجنة المشاريع والإرث صار لها أكثر من 4 سنوات شغالين في أدق التفاصيل، حتى المداخل، حتى تكرم دورات المياه، كل الوسائل اللي تسهل دخول وخروج ذوي الإعاقة، وأيضا شاشات العرض، وأيضا خذنا في عاتقنا قضية المكفوفين طريقة لغة برايل. إن شاء الله نأمل أن الجماعة يوفقون في لجنة المشاريع والإرث، وإحنا دائما متطوعين معاهم ونبذل يعني وهذا واجب علينا يعني. طبعا فيكم الخير والبركة إن شاء الله، ولكن ودنا أيضا نتحدث عن الفعاليات ما شاء الله تبارك الله اللي نشوفها خلفنا حاليا في الشاشة. طبعا حدثنا أكثر عن هذه الفعاليات، عندنا الفعالية اللي هنا. أنا بختصر لك، لعبة كرة السلة بالنسبة حق الإعاقة الحركية نفس لعبة كرة القدم تعتبر. احنا في دولة قطر بدينا كرة السلة وكان عندنا فريق متقدم، ولكن فنيا يعني اتجهوا أغلب اللاعبين عندنا للألعاب الفردية، لأن الألعاب الفردية إمكانية إحراز الميداليات أكثر، وفي النهاية أنا كتفكيري تفكير احترافي لابد أن احنا نحرز ميداليات، والدليل يعني أحرزنا أكثر من ميدالية أولمبية في الألعاب الأولمبية ولله الحمد، وأيضا لعبة كرة الهدف
شبابنا المكفوفين الله يحفظهم توهم راجعين من بطولة، وأحرزوا بطولة غرب آسيا وأحرزوا المركز الثالث ولله الحمد، وعندنا فريق جدا متمكن. لعبة البوتشة، لعبة البوتشة هي من أصعب الألعاب للإعاقات الخاصة، يعني هي الإعاقة الحركية ولكن تفصيلا أكثر للشلل الدماغي. وللعلم البوتشة لعبة مصنفة ولعبة أولمبية، بس إشكالية البوتشة نفس التنس الأرضي، لازم يشارك في أكثر من مسابقة على أساس يوصل للبطولة الأكبر، فبالتالي إحنا يمكن نواجه بعض الصعاب. وتدري فترة الكورونا اللي مرت علينا كان هناك يعني هدوء، ولكن ولله الحمد الاتحاد القطري رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة اعتاد على أن يحرز إنجازات. وللعلم يعني الاتحاد أسس في سنة 93، وبعدين في سنة 2002 تحولنا للاتحاد في بادئ ذي بدء كنا النادي القطري لرياضة المعاقين. في 2002 تحولنا للاتحاد القطري رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. الله يوفقكم ان شاء الله يا اخوي امير، وطبعا باذن الله نحن انا بيك تشرح لي اكثر عن هذه الالعاب، ولكن بعد الهواء. بس بيض الله وجهكم ما قصر. وجهك ابيض على الرحب والسعه، الله يسلمك. اذا مشاهدينا الكرام، كان معنا اخوي امير الملا المدير التنفيذي للاتحاد القطري لرياضه ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا مستمرين معاكم من استاد البيت ان شاء الله، ولكن الحين ارجع لكم زملائي في الاستوديو. شكرا لنديب قناة ريان الفضائية جاسر الإحبابي، الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج تراحيب، لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن معكم مع فقرة أخبار محلية سريعة. حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات الطرق 3 جوائز عالمية خلال عام 2022 من مجلس هارفرد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فازت أشغال بالفئة الماسية في مجال الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، وبالفئة الذهبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. أما في العنوان التالي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر عن التسجيل في برنامج طموح للطلبة، وذلك لشغل الوظائف التدريسية بالمدارس الحكومية ضمن أو بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلا تربويا وعلميا بالتعاون مع جامعة قطر. وأيضا في العنوان الذي يليه، أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب مادة التمباك الممنوعة، وذلك أثر اشتباه مفتش الجمارك لحقيبة المسافر، وجاءت التفاصيل الضبطية عند قيام المفتش الجمركي بتفتيش الحقيبة وتبين تهريب تمباك بوزن 26.95 كيلوغرام تقريبا. احنا نقول الله يحفظ البلاد والعباد بإذن الله تعالى، وأتمنى الناس تتوخى الحذر، خصوصا الشباب الصغار بالعمر. كثير الصراحة يعني فترة السفر تشوفهم عند الرحمن، ممكن أن لا قدر الله يكونوا معرضين لأي نوع من أنواع يعني الفتنة والافتتان بأي شيء، خاصة يعني ربع ساعات عندهم مثلا، تعال شيل هذه الشنطة معك، عندي وزن زايد أخذ معك، هذا أخطر شيء والله يا عبد الرحمن، الواحد يعني ممكن يسوي من حسن النية. نعم، وهذا يعني يجدرب الأشخاص المسافرين التزام بكل التعليمات الصادرة من طبعا السلطات المحلية وأيضا حتى السلطات اللي مسافرين لها. الله يعطيك العافية والله يحفظ العباد، الله يعافيك والبلاد يا أبو تميم، بيض الله وجهك على هذه الأخبار. آمين يا رب. مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر، حيث أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التوظيف الطلابي في أغسطس القادم، وذلك مع تقديمها للعديد من الفرص والدورات المهنية التي يطلقها مركز الخدمات المهنية بالجامعة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم في برنامج التوظيف الدراسي، وذلك مع بداية فصل الخريف القادم وتحديداً في 21 من شهر أغسطس، حيث سيتم قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في العمل للفصل الدراسي خريف 2022.
وتعمل جامعة قطر على تحديث وتطوير برامج التوظيف الطلابي بمركز التطوير المهني بالجامعة، حيث سيتم تحديث النظام الإلكتروني الخاص بعملية التوظيف الطلابي وإجراء تعديلات على السلم الوظيفي إلى جانب تعديل الأجور الخاصة بالطلبة، ليحتسب الأجر بناء على الخبرة والكفاءة المهنية والاجتهاد في العمل والمهارات. هذا النظام الإلكتروني الخاص لبرنامج التوظيف الطلابي سيسهل على الطلبة والعاملين، وسيتم من خلاله تنظيم الفرص الوظيفية لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة، كما سيتمكن المشرفون على البرنامج من متابعة وتسيير العمل بشكل أفضل. وتعمل الجامعة أيضا على استقطاب الطلبة القطريين في برنامج مساعد أعضاء هيئة التدريس، البرنامج الذي يتيح للطالب فرصة للمشاركة في العملية التدريسية والتعلم من أعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجربة وظيفية تجمع بين الطابع الأكاديمي والإداري واكتشاف مجال الدراسات العليا. كما يقدم مركز الخدمات المهنية للطلبة المدرجين في برامجه دورات تدريبية خاصة وفرص تطوعية مجتمعية تعمل على دعم خبراتهم العملية والعلمية وتساهم في تطوير وصقل مهاراتهم. إذن أيضا حيث يستمر الاتحاد القطري للرياضة للجميع في تنظيم سلسلة فعالياته الصيفية المتنوعة والموجهة لجميع الفئات، ليعكس من خلالها حرصه على تقديم ما يتناسب مع أعمارهم، هذا وبالإضافة أيضا إلى إتاحة الفرصة أمامهم لاختبار الألعاب المحببة إليهم وممارستها أيضا بشكلها الدوري. فعلا يا خالد، والحديث مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع يسعد ان انا ارحب في الاستديو بالسيد عواد الشمري منسق الفعاليات بالاتحاد القطري للرياضه للجميع. يا مرحبا. يا مرحبا. مساء الله بالخير. مساء عليك. مساء المشاهدين جميعا بالخير. يا مرحبا. يا مرحبا. حياك الله عواد. ودنا في البدايه لو نتكلم عن برامج الاتحاد القطري للرياضه للجميع خلال هذه الفتره الصيفيه. طبعا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. طبعا مسي عليكم ومسي الجمهور الكريم بالخير مره ثانيه، واشكركم على الاستضافه. فيما يخص فعاليات الاتحاد القطري للرياضه للجميع، طبعا خلال فتره الصيف عندنا فعاليات متنوعه وكثيره، عندنا برامج تقام بشكل يومي، برامج تقام بشكل اسبوعي، عندنا انشطه، فعاليات، بطولات مختلفه. بالنسبه للبرامج اليوميه عندنا البرنامج المستمر طوال ايام السنه كما هو معروف لجميع افراد المجتمع، برنامج 365 يوم نشاط يقام بشكل يومي في 6 حدائق مختلفه، 3 حدائق للرجال و3 حدائق للنساء، حديقة السبير والبدع والريان للرجال وحديقة اللقطة والأكسجين ولجنة رياضة المرأة للنساء. أيضا عندنا برنامج في الوسيل الرياضية اللي هي صالة الوسيل الرياضية، برنامج يقام كل يوم أربعاء وجمعة. أربعاء مخصص للنساء داخل الصالة، أجواء مكيفة، مدربات، أجواء فيها خصوصية. وين مكانه هذا؟ في صالة الوسيل الرياضية جانب حلبة الوسيل. نعم. والجمعة بعد عندنا فعاليات تقام للعوائل، طبعا نرحب بالجميع خاصه فتره الصيف، نشغل اوقات افراغ الشباب اولياء الامور، نرحب فيهم جميع مستخدمين صاله الوسيل ايضا نرحب فيهم. فالفعاليات والانشطه كثيره، ما على الجمهور الكريم الا بس زيارتنا ومعرفه اوقات الفعاليات والبرامج، ونرحب فيهم دائما وابدا. نعم عواد، يعني نقطه مهمه بالنسبه لهذه الفعاليات كلها، مو وين ممكن الواحد يشوف اماكن الفعاليات، وين اوقاتها او الايام؟ يعني ذكر ممكن بشكل سريع على بعض البرامج وبعض الفعاليات، لكن بالنسبه كالفعاليات ككل كمجمل عام، طبعا خلال السنه هذه 2022 اطلقنا في اليوم الرياضي اللي هي رزانه الفعاليات، نتكلم عن الفعاليات بشكل عام 575 فعاليه. بامكان الجمهور الكريم معرفه هذه الفعاليات عن طريق تطبيق الاتحاد القطري للرياضه للجميع، الابلكيشن اللي هو تي او اس اف اي الاتحاد القطري للرياضه للجميع في الابل ستور او في الاندرويد، وايضا من خلال حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي سواء انستغرام او تويتر. البرامج كلها موجوده، الفعاليات كلها موجوده، مثل ما انتم شايفين الحين على الشاشه عندنا طبعا هذا برنامج السباحه اللي تم اطلاقه مؤخرا، التسجيل طبعا ما زال مفتوح، نوه الساده المشاهدين اللي بيسجل عياله الفرصه متاحه لاعمار من 8 سنين ل 14 سنه. عندنا فعاليات في السباحه في 3 انديه مختلفه، حاولنا نركز على اختيار اماكن متعدده مش مكان واحد، يعني في الدوحه اخترنا نادي العربي على سبيل المثال، في المناطق الغربيه اخترنا في نادي السد، في المناطق الشماليه ايضا اهل الشمال كان في فعاليات ايضا في نادي الخور، كلها سباحه خصوصا فتره الصيف، تعرف الوقت يعني شوي حار، فكلها تكون في صاله داخليه، تعليم سباحه، نستهدف فئه النشا من 8 سنوات ل 14 سنه سواء ذكور او اناث. هذه الحين تعليم السباحه اكيد معاها مدربين اكيد يعني. نعم اكيد. وين مكانها مثلا داخل الدوحه؟
مثل ما قلت لك اخترنا ثلاثة اماكن مختلفه هدف تغريب المسافات على المجتمع في الدوحه في النادي العربي. النادي العربي تظاهر كنت مركز في الدعاية. والله قاعد اطالع البوستر وراك ما شاء الله عليك عود تسرد تبارك الله. نعم في النادي العربي عندنا تغامل فعاليات. النادي العربي النادي العربي الرياضي ايوه للذكور والاناث. الذكور والاناث زين. بعمار من 8 سنين 14 سنه زين. في نادي السد الرياضي. نادي السد الرياضي نعم. وفي الشمال عندنا المناطق الشماليه والخور والربع هذول كلهم في نادي الخور الرياضي زين. موجود عندها الفعاليات. والناس شلون التسجيل التسجيل عن طريق الابلكيشن ابلكيشن الاتحاد القطري للرياضه للجميع. شو اسمه الاتحاد القطري للرياضه للجميع. الاتحاد القطري للرياضه للجميع اف اي بالانجليزي موجود على الابل ستور وعلى اندرويد. التسجيل سهل وبسيط حتى ولي الامر يقدر يسجل عياله بكل سهوله. مثل ما قلت لك فتره الصيف الفعاليات تكون داخليه افضل من خارجيه خصوصا للاطفال. وكم رسوم التسجيل؟ 100 ريال رسوم رمزيه جدا يعني. الهدف من الرسوم هو شنو؟ ان الالتزام فقط في الحضور وحجز مقعد. نعم. الهدف نشر ثقافه ممارسه الرياضه وجعل الرياضه اسلوب نمط حياه. نعم عواد يعني تركزتوا على السباحه طبعا بغض النظر عن الفعاليات الثانيه لكن بحكم الصيف نعم. فتره طويله راح تكون يعني وال يعني من مسببات نقدر نقول الناس ما يتوجهون للرياضة يعني الجو الأجواء الحارة جدا يعني وما تسبب لها بعض الناس من مضاعفات وغيرها بحكم ارتفاع درجة الحرارة لكن صحيح. بالنسبة لتعلم السباحة الصيفي ليش بالضبط تم اختيار يعني هذا التعلم السباحة؟ هل في فعاليات أخرى أيضا مثلا داخل القاعات أو غيرها وداخل الصالات ممكن أيضا تساعد الناس يمارسون الرياضة خاصة في هذه الفترة؟ صحيح قلت لك البرامج فترة الصيف دائما تكون داخلية بشكل عام ولكن أيضا هناك برامج خارجية لكن اخترنا فئة الشباب اللي هم الأطفال الصغار من 8 سنين 14 سنة أن تكون فعاليات داخلية اخترناها من السباحة لأن مثل ما قلت لك الجو حار لا سمح الله بعضهم ينصاب خارجيا أو يعني يتفاقم حالته الصحية ففضلنا تكون داخلية. أما في برامج بالنسبة للناس الكبار أو الشباب عندنا بطولات مختلفة على سبيل المثال بطولة الفرجان ما زالت مستمرة أطلقناها تقريبا قبل أسبوعين بدأت البطولة وبإذن الله بعد بكرة إن شاء الله يكون عندنا النهاية نهاية بطولة الفرجان فيها 12 فريق مسجل كان عدد كبير من اللاعبين فيها حماس فيها اجواء تنافسيه بين اللاعبين. ايضا عندنا برنامج صيفي بالتعاون مع النادي العلمي يقام في النادي العلمي داخل النادي العلمي ايضا برنامج داخلي الاعمار فيه مختلفه من 8 سنوات الى 16 سنه. ايضا عندنا تعاون مع الاخوان في مركز عيد الثقافي في بطوله كره قدم مصقره في ملعب فرجان في مرخيه. البرامج كثيره متنوعه لكن قلت لك فئه الشباب دائما احنا يعني نركز على حالتهم الصحيه وان الجو ما يكون يعني ياثر عليهم فاخترنا مكان داخلي والسباحه طبعا يعني من افضل الرياضات اللي نشوفها الشباب محتاجينها الفتره الجايه. صحيح. بالنسبه لعمري وعمر خالد يعني تعدت الاسباب ولكن الرياضه واحده. احنا خلاص تعدينا المشي المشي رياضه المشي احنا لا سباحين ما عليك سباحين يسبح. ما شاء الله. هذا الله يسلمك يسوي سكاي دايفنج دائما يسافر برا وينط من فوق من السماء ما شاء الله عليه قلبه قوي تبارك الله. بالعكس احنا نرحب فيكم دائما انتم مثال يعني وغدوه ان شاء الله ونشجع خالد انه يروح على الرياضه بعد خالد يعني ما تعلى الحاجب ما يحتاج طول بعمرك يعني. ان شاء الله انا والله يعني اهتم برياضات ثانيه مختلفه يعني بغض النظر يعني حتى هي رياضه مهمه عبد الرحمن ايضا بالفعل خالد وعواد يعني حتى نشوف حتى بعض الناس حتى الكبار بالسن يعني ممارسه الرياضه لازم تكون ليس الروتين فقط لكن حياه اسلوب حياه شعار اليوم الرياضه السنه هذه الرياضه حياه. احنا نشوفهم يعني العام الماضي كان شعارنا اسلوب حياه رياضه اسلوب حياه ولكن في السنه هذه الرياضه حياه بمعنى ان الرياضه حياه انها من جانب الصحي من جانب نفسي من جانب ايضا جسدي الرياضه صحيح. مفيده في كل الاحوال. نعم صحيح ما على الشخص الا فقط والله الحمد لله المنشآت موجوده المدربين موجودين نعم. الخدمات موجوده ما على الشخص الا بس يلبس رياضه وينوي انه يطلع وبيحصل اي نوع رياضه يبيها واي نشاط رياضه يبيه صحيح. بسهوله ويسر. احنا ايضا شفنا يعني الوعي صار اكثر يعني بالنسبه صحيح. لكل الناس المنشآت مثلا كبار السن حتى بعض مثل بعض النساء يتوجهون بعض الاماكن المجمعات او المولات ويمشي فيها يعني مده مثلا الوعي نص ساعه ساعه الوعي زاد وموجود هذا شيء طيب لكن يعني. هو اللي محتاجينه حاليا هو الثقافه الوعي لله الحمد موجود الناس تعرف ان الرياضه مهمه ولكن محتاجه ثقافه الرياضه صحيح. كيف امارس الرياضه بطريقه صحيحه صحيح. بعض الناس يمارس الرياضه لكن بطريقه خاطئه ممكن ينصاب ممكن يروح يلعب كوره ما يسخن لازم تكون في شروط معينه الواحد يجهز نفسه ولكن الوعي موجود لله الحمد الرياضه معروفه ومهمه ولكن محتاجين فيها ثقافة الرياضة فعشان كذا احنا دائما البرامج اللي نقدمها يكون في مدربين يكون في اخصائيين سواء في التغذية في الرياضة ممتاز. نقدم النصيحة بشكل كامل لهم وما عليهم فقط الا يبدون يمارسون الرياضة. عواد تعرف وش اللي احنا يعني دائما حتي هو تعرف الرياضة مهمة جدا وايضا اللي هو الغذاء انت تفضلت صحيح وايضا ذكرت موضوع
أهمية الغذاء. أعتقد يمكن ساعات الإنسان يبذل مجهود كبير عبد الرحمن في الرياضة ولكن ينتهي به المطاف أنه ما ينزل وزنه وما يتغير شكل جسمه. صحيح. نوع الأكل ساعات الواحد يستصغر بعض الأشياء يقول والله أن هذه الكمية بسيطة ولكن صح. كمية السعرات اللي فيها ضخمة مرتفعة. يعني غياب الليبلز هذا اللي مكتوب فيه السعرات الحرارية أو حتى أن أنت ما تقرأها هذا يمكن تسبب لك مشكلة أنه تتعب وما ينزل الوزن. صحيح. عشان كذا دائما وجب التنبيه في بعض الأمور. نعم. خاصة الشخص اللي مارس رياضة أو يدخل بطولة معينة لابد أنه يكون حريص على بذائه، بمعنى أنه يكون عنده خطة غذائية سليمة يراعي فيها جسمه، يراعي مطلبات جسمه، مش اشتعال وكل أي شيء ودش. نعم. مثل ما قلت ممكن في سعرات مرتفعة ممكن أمور تتفاقم عليها في المستقبل. نعم صحيح. الرياضة والصحة دائما خطين متوازيين. نعم. أيضا حتى أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري بعدهم راعيهم دائما راعيهم كل فعالياتنا كل بطولاتنا. بالعكس احنا نستخدم أفراد المجتمع جميعا، نستهدفهم سواء كبار أو صغار، رجال نساء يشاركون معانا. عندنا ناس عمرهم فوق 60 65 سنه موجودين في سباير بشكل يومي تشوفهم. صحيح. مع الاجواء الحاره هذه. نعم. يشاركون يمارسون الرياضه، ولكن مثل ما قلت لك نعطيهم النصيحه في التغذيه في الرياضه، الراعي حالتهم الصحيه. مثل ما قلت لك الرياضه ما لها وقت ولا لها عمر ولا لها مكان. نعم. على الشخص اللي يمارس الرياضه بطريقه صحيحه والتوجيه الصحيح باذن الله تعالى. مثل ما ذكرت يعني هي اسلوب حياه. نعم. الرياضه من حياه. عواد ذكرت نقطه مهمه حول التطبيق، يعني احنا بنتكلم على التطبيق بشكل عام. ايش الاليه اللي ممكن يعتمدها الواحد في عبر التسجيل عبر التطبيق الالكتروني؟ شوف نتكلم عن التطبيق بشكل يعني عام، تطبيق اتحاد القطر الرياضي الجميع تطبيق شامل رياضي يحتوي عدد من البرامج والانشطه والفعاليات باعتبار مرجع رياضي للناس الموجودين في الدوحه وحتى خارج الدوحه. لو جاك شخص من برا الدوحه ونزل التطبيق بيشوف مميزات كثيره. على سبيل المثال تقدر تعرف عدد خطواتك، تقدر تعرف عدد السعرات الحراريه اللي حركتها، تقدر تمارس مثلا ركوب درجه هوائيه تشغل الساعه حتى عن طريق الساعه مربوط، تحسب كم كيلو مشيت كم دقيقه، تبي تعرف مكان اقامه الفعاليات والانشطه بشكل عام في الدوحه مش بس باتحاد قطر الرياضي الجميع، تبي تحجز ملعب، تبي تحجز مثلا يعني صاله رياضيه ان شاء الله، تبي مثلا طرش دعوه، انت هنا اخوي عبد الرحمن قاعد في البيت وخالد قاعد في البيت، عندك التطبيق وعنده التطبيق، وانا قاعد الحين كلمتكم عن طريق الابلكيشن نفسه. ها شباب نروح نلعب كوره ملعب فريج مثلا مرخيه، طرش دعوه عن طريق التطبيق نفسه، تقبل الدعوه نسوي مجموعه وشاركوا، نقدر نخلي المجموعه هذه مفتوحه، شاركون مع ناس من برا. مميزات عديده كثيره ولكن يعني لضيق الوقت ما اقدر اسردها كلها، لكن نعم. ادعو الجمهور الكريم الى تحميل تطبيق اتحاد قطر الرياضي الجميع. نعم. والاستفاده من هذا التسجيل عبر هذه الفعاليه، مثلا في فعاليات معينه مثلا تعلم السباحه في الصيف. نعم. مثلا نعم. ايش الاليات اللي ممكن، ايش المستندات المطلوبه بالنسبه كاولي الامر؟ يعني. نعم طريقه التسجيل جدا سهله مثل ما قلت في البدايه. ما عليه اللي يدخل التطبيق بيحصل البوست او الاعلان عن الفعاليه نفسها. يدخل الفعاليه يشتري تذكره، يكتب شراء تذكره، يختار التذكره، يدخل البيانات المطلوبه على سبيل المثال الاسم، الرقم الشخصي، العمر، والايميل عشان توصل تذكرة على الايميل. نعم. فقط بعدها يدخل معلومات، تجي رساله تم تاكيد حجزك او تم تاكيد تذكرتك في نشاط مثلا السباحه. نعم. بكل سهوله بكل سهوله يروح مثلا الجهه او المكان اللي فيه الفعاليه يبرز الرساله وتكون اموره طيبه. ويقدر يختار المكان اللي يشترك فيه لان ذكرت فيه فلوس. إيه نعم. في الخور. نعم. طبعا برنامج السباحه في الخور موجود في السد وفي العربي فئه الرجال والنساء، طبعا ذكور واناث من 8 سنوات ل 14 سنه. ممتاز. يقدر يختار اي نوع مثلا يعني تذكرة بيها، في اللي هو حق الإناث، في حق الذكور، في نادي السد، نادي العربي، ونادي الخور. ممتاز. بسيطة وسهلة، وإذا أحد عنده استفسار أو أي شيء أو أي خدمة احنا حاضرين أبد، يتواصلون معنا سواء في حساباتنا وعن طريق التطبيق أو حتى المرور على مكاتبنا في وزارة الرياضة والشباب في صالة الوسادة الرياضية، نرحب فيهم في خدمتهم دائما وأبدا. نعم الله يوفقكم إن شاء الله. طيب شلون تشوفون الإقبال؟ هل في عندكم رياضات ثانية ولا بس التركيز هذا الموسم فقط على السباحة؟ لا بالعكس مثل ما قلت لك رياضات متنوعة ومتعددة، اتحاد قطر للرياضة للجميع ما عنده نوع معين من الأنشطة، ولكن خلال فترة الصيف ركزنا على برامج الداخلية مثل السباحة، مثل الفعاليات الرياضية الداخلية داخل الصالات بحكم الأجواء الحارة، وإن شاء الله الفترة الجاية راح ترجع الفعاليات بشكل أكبر خارجية سواء كرة قدم أو حتى رياضات أخرى. على سبيل المثال عندنا بطولة بولينج راح تكون الأسبوع الجاي إن شاء الله وتكون داخلية طبعا ان شاء الله باذن الله. طلعت عبد الرحمن لان عبد الرحمن ساعه يقول لي تعرف تلعب بولينج، اقول له بلى. هو الظاهر سامع انه في تسجيل ولا شيء. هو الظاهر سامع التسجيل. هذا لا بس والله يعني تبارك الله يعني جد يعني مثل هذا الابلكيشن متطور يعني هذا اتس فيري سمارت يعني هو ذكي جدا. اعتقد انه يمكن احنا نحتاج ايضا ندعمه ونسوق له ونطلع للناس، ناس ما تدري صراحه. بالنسبه صحيح انا اول مره اسمع عنه صراحه يعني جدا لفت انتباهي واتمنى صحيح. يعني يخدم شريحه كبيره من الناس ترى الحين فتره الصيف انت ودك تعلم عيالك شيء صراحه يستفيدون منه. يعني انا دائما اقول عبد الرحمن الالعاب الالكترونيه اوكي جيده الى حد ما ولكن ودك انه بعد تخليهم يتعلمون يطلعون خارج هذا الجو الروتين تكسب تبي مهارات الاحتكاك. صحيح. بالنسبه للتطبيق بعد في ميزه ثانيه ما ذكرتها اطلقنا قبل فتره اسمها مبادره اسمها وزنك الصح. المبادره هذه يجينا الشخص لمكاننا نقيس وزنه
قياساتها كاملة من نسبة الدهون، نسبة العضلات، نسبة المياه، ونعطي ريبورت كامل أو تقرير عن حالته الصحية. إضافة إلى ذلك نعمل فحوصات في اللياقة البدنية، نعطيه تقرير، نتابع حالته كل 3 شهور، نرسل له دعوة يجينا مرة ثانية نفحص نشوف حالته كيف صارت. اسم البرنامج وزنك الصح، موجود من خلال التطبيق يقدر يسجل فيه، في اللحظة اللي يسجل فيها راح يجي إن شاء الله مسج نحضر معانا في المكان الفلاني، وراح يجينا ونفحصه سواء الجانب الصحي أو الجانب الرياضي، ونعطيه تقرير عن حالته بشكل مجاني. نعم. بعدها 3 شهور نتابع مع حالته، وكل هالمعلومات كلها موجودة وين؟ في التطبيق نفسه، يقدر يدخل ويعرف ويتابع حالته الصحية. نعم. فتطبيق جدا مفيد وجدا ذكي مثل ما قلت، ونتمنى من الجميع طبعا تنزيل التطبيق والاستفادة من الخدمات. الله يجزيكم الخير إن شاء الله ويكتب أجركم، بالعكس هذا شيء طيب جدا. واجبنا والله ومقصرين، وأتمنى يعني أن توصل رسالة اليوم لأولياء الأمور أن يدخلون عيالهم في مثل هذه البرامج يستفيدون منها. أكيد صراحة يعني السعر أو المبلغ رمزي جدا، 100 ريال مجرد حجز مقعد فقط. وحجز مقعد يعني الله يوفقكم ويجزيكم الخير إن شاء الله. خاصة الفعاليات أيضا متنوعة يعني خلال السنة، أكثر من 500 طبعا سنة استثنائية هذه مع سنة كأس العالم، أكيد البرامج راح تكون أنشطة، كل جهة تقدر او تحاول تخدم قدر الامكان بالشيء تقدر عليه. صحيح. عواد، ممكن وصلنا لنهايه هذه الفقره، يعني ابغى كلمه اخيره منك توجهها للجمهور، خاصه في هذه الاجواء. يعني اول شيء اجازه الطلاب موجودين، ممكن ناس مثلا يذهبون للسفر، لكن في ناس موجودين مثلا داخل البلاد وفتره طويله، حراره ايضا عاليه، والجو يمكن ما يساعد يعني الواحد انه يروح مثلا اماكن خارجيه، لكن ممكن يستفيد من هذه الفعاليات الموجوده. طبعا ختاما نشكركم على الاستضافه، ومشكورين على سعه صدوركم، ونرحب بالجمهور الكريم، وندعوهم المشاركة معنا في جميع الفعاليات والأنشطة، ما عليهم إلا متابعة حساباتنا والمشاركة معنا. طبعا مثل ما قلت لكم الرياضة ما لها وقت وما لها يعني صحيح. أي زمان، ونرحب في الجميع أيضا في كل الفعاليات، ونتمنى لهم إن شاء الله أن تكون الرياضة بالنسبة لهم أسلوب نمط حياة، واللي ما قدر يمارس الرياضة يتواصل معنا، نقدر نوفر له حتى الرياضة عن بعد أونلاين، تكون ما في مشكلة بالنسبة لنا، نقدر نوفر له مدرب يشرح له أو يعطيه حصص رياضية أونلاين. أهم شيء بادر، بس ما في مشكلة، فقط إنه يبادر ويكلمنا أمورهم طيبة. بالعكس نرحب فيهم جميع، ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية. الله يعطيك العافية، كل الشكر للسيد عواد الشمري منسق الفعاليات بالاتحاد القطري للرياضة للجميع. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله في هذه السنة الثنائية. الله يعطيك العافية. شكرا لكم. إذا أعزائي المشاهدين نطلع معكم إلى هذا الفصل القصير، ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من تراحي. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، والآن مشاهدينا الكرام أذهب وياكم إلى الزميل جاسر الإحبابي المتواجد في استاد البيت، ويطلعنا على ما لديه من تفاصيل جديدة. جاسر الله يمسيك بالخير مرة ثانية، والكلمة عنده. الله يمسيك بالنور أخوي عبد الرحمن، حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. طبعا متواجدين في استاد البيت، وبإذن الله راح نستكمل حديثنا حول ورشة العمل الثانية، حول طبعا التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن هالمرة مع ضيفنا الكريم سعادة الوزير مفوض طارق النبوسي. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا لنا الشرف تواجدك معنا اليوم على شاشة قناة الريام، نتحدث أكثر حول ورشة العمل وما هي أهم الأعمال في هذه الورشة، حدثنا من وجهة نظرك. شكرا جزيلا. طبعا كل الشكر لدولة قطر ووزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الورشة تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لوضع تصنيف عربي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا التصنيف سينعكس إيجابا بالطبع على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، سيمكن من عمل قواعد بيانات رصينة ومدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا سيدعم عملية تنفيذ السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والصحية. كل ذلك طبعا يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واحتضنتها دولة قطر الآن في استضافة أعمال الورشة الثانية، حتى نطلع بهذا التصنيف، وإن شاء الله يكون هذا التصنيف هو الأول إقليميا على العالم إن شاء الله بإذن الله. طبعا هل أهمية هذا الموضوع راح تختلف من بعد التصنيف وقبله، ولا الموضوع لازال بتلك الأهمية؟ أكيد لا، بالعكس، مسألة التصنيف هي مسألة دولية، يعني إشكالية دولية، كل العالم يبحث
نبحث عنها، ونحن أول إقليم إن شاء الله ننتهي من هذا التصنيف غدا، وبالتالي سنكون أول إقليم بالعالم يضع هذا التصنيف، لأن هناك إشكالات كثيرة في مسائل التعريفات ومسائل كذا. فإذا نحن كمجموعة عربية اتفقنا من حيث المبدأ على مبادئ عامة في دولة الإمارات في شهر ديسمبر الماضي، ونستكمل اليوم وغدا إن شاء الله مسألة التصنيف بوجود طبعا معالي رئيس المكتب التنفيذي ومعالي الأمين العام المساعد وغير معالي الوزيرة طبعا وعدد من المسؤولين والخبراء العرب إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا حضرتك ذكرت الانعكاس اللي راح نشوفه من بعد هذا التصنيف، ما هي أو هذه الأوجه، أو اشرح لنا هذه أوجه الانعكاس للتصنيف؟ بمنتهى البساطة يعني راح يكون عندك إذا بتقدر تحدد ما هي تصنيف الأشخاص الإعاقات تحديدا. إذا لما تيجي تضع سياسات، خلينا نحكي مثلا بشكل بسيط عن الإعاقات مثلا الذهنية، فالإعاقات الذهنية عددها كثير جدا ودرجاتها كثيرة جدا، فحينما تضع كل تصنيف محدد بالشكل المطلوب فتؤمن له الحماية الاجتماعية المطلوبة، المحيط المجتمع المطلوب، الخدمات الصحية المطلوبة، الرعاية المطلوبة، فكل هذه الخدمات المتكاملة تنعكس بشكل إيجابي على حياة الشخص ذوي الإعاقة نفسه وأيضا على حياة المحيطين به والقائمين عليه أيضا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا في ظل هذه الورشة وبعد هذه الورشة طبعا في نحن متواجدين في استاد البيت، انطلقت كأس العالم بإذن الله راح تكون هنا، وأيضا هنالك تطبيقات لمساعدة وتمكين أو خلنا نقول تسهيل عملية الوصول للملعب أو مشاهدة المباريات لذوي الإعاقة، ما رأيك بهذه التسهيلات؟ أطلعتنا الحقيقة معالي الوزيرة مريم المسند الآن على هذه يعني التجهيزات الرائعة والفائقة والمتطورة جدا جدا، واستخدام التكنولوجيا شيء مهم جدا، وهي الحقيقة يعني الوزارة كافة الجهات في دولة قطر لابد أن نتوجه لها بالشكر والتقدير على هذا الجهد الجبار المعمول الذي يعني يمكن من إن شاء الله بطولة ناجحة ودمج أيضا لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا. شكرا لك سعادة الوزير مفوض طارق النابلسي، نشكر لك تواجدك معنا. شكرا جزيلا وشكرا لمشاهديك. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام كنا معكم من استاد البيت، لازالت الفعاليات طبعا شغالة حاليا، وبالتوفيق طبعا للجميع، ولكن الحين نرجع لزملائي في الاستوديو. شكرا لنديم قناة الريان الفضائية جاسر الحبابي واللي كان متواجد معنا من استاد البيت. مشاهدينا الكرام إلى أخبار من حول العالم، حيث نتعرف في التقرير التالي على أحد أهم المستودعات الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم. نتابع. يقدم التنوع البيولوجي البحري دعما هاما لا يمكن التغاضي عنه خلال الحديث عن كوكب سليم ومتعافي، وتعد المحيطات أحد أهم المستودعات الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، فهي تحتوي على حوالي 250 ألف نوع معروف من الأنواع البحرية في العالم، وتشكل المحيطات جانباً بالغ الأهمية من الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهي تزودنا بنصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتستوعب سنوياً نحو 26% من ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث في الغلاف الجوي، ولا تزال الأدلة تظهر بوضوح الدور الأساسي للتنوع البيولوجي البحري في دعم حياتنا، كما تعد قطاعات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية مصدراً للدخل لمئات الملايين من البشر، إذ توفر النظم الإيكولوجية البحرية خدمات لا حصر لها للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، فلطالما تطورت المستوطنات البشرية بالقرب من الساحل. وقد دفعت المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في التنوع البيولوجي إلى وضع اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بهدف اتباع نهج متكامل وشامل لحفظ التنوع البيولوجي البحري وحمايته من الصيد الجائر وتغيرات المناخ وسوء استخدام الأراضي مما يؤثر على حياة الكائنات البحرية. إذن ننتقل، احنا وين كنا بالاول؟ كنا في المحيطات. في المحيطات.
ننتقل معكم إذن المشاهدين الكرام إلى كندا، حيث تتحول شوارع مدينة مونتريال أو مونريال إلى ورش فنية تضج بالرسامين وتتزين جدرانها باللوحات الجدارية الزاهية. تكريسا لعالم الفن، تتحول جدران مدينة مونريال في كندا إلى مرسم عام يحوي لوحات فنية متاحة أمام المارة، وهي الفكرة التي يعمل عليها مهرجان مورال الفني في نسخته العاشرة، حيث يعمل على تخصيص حيز من المدينة للتعبير عن الإبداع وإطفاء الطابع الديمقراطي على الفن الحضرية. وبفخر يعبر المدير العام للمهرجان عن حماس كل الفنانين للمشاركة على مدى السنوات العشر الماضية في فن الشارع الذي أصبح معروفاً بشكل متزايد كرائد في الفن الحضرية. كما يكشف العديد من الرسامين المشاركين عن جمالية جميع اللوحات الجدارية التي تبقى في المجال العام على أنها محتوى مجاني مفتوح للجميع ويقام في عدة شوارع، الأمر الذي جعله يحظى بشعبية كبيرة في الواقع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم، أو متابعتنا عن طريق حساباتنا على الفيسبوك، لتويتر أو الانستغرام أو السناب شات. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.